وبأولى فقراتنا لليوم رح نروح لنحكي عن محور هلا جدا مهم كونه نحن بأيام المدرسة، ودائما نحن بنعرف القراءة، قراءة الأطفال بشكل خاص هي تنمية جدا مهمة لمهاراتهم لقدراتهم، بتعزز من نشاطهم الدماغي. اليوم الطفل وقت اللي بيقرأ بيتخيل، وهذا الشيء بيسمح له أنه يفكر خارج الصندوق. القراءة مفروض نحن دائما نشجع أطفالنا عليها، مو بس بالمدرسة، خارج أوقات المدرسة بالعطل الصيفية تكون من أهم النشاطات اللي نحن بنعتمد عليها كرمال تعزز من مستقبلهم، كان الأكاديمي أو التعليمي. تماما يا رشا، اليوم ضمن محطتنا رح نحكي أكثر عن أهمية القراءة، قديش مثل ما ذكرتي بتنمي مهارات الأطفال وثقافة القراءة عند الأطفال قديش هي مهمة، وخصوصا اليوم الطفل يتعود عليها من مراحل مبكرة، وأيضا قديش هي مهمة وبتساعد بالعملية التعليمية، وقديش فينا نساعد هدول الأطفال بحب هي العادة. رح نناقش أكثر هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو نوار الشاطر، كاتبة متخصصة في مجال الطفولة. يسعد صباحك يا نوار. صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. اليوم عم نحكي عن نشاط دماغي جدا مهم، يعني أنت من أكثر الناس اللي بتشجع عليه دائما بصباحاتنا، كان مدرسيا أو خارج أوقات المدرسة. خلينا نحكي اليوم عن أهمية هيئة التنمية للأطفال. طبعا القراءة هي يعني غذاء الفكر، وهي طاقة عالية جدا من الثقافة والعلم والمعرفة نحن بنقدمها لأطفالنا من خلال الكتب. فعادة القراءة هي عادة صحية سليمة، بتربط الطفل أكثر بلغته الأم، وكمان بتعرف الطفل على أبواب معرفية مختلفة من خلال القراءات المتنوعة اللي بتقدمها المدرسة أو الأهالي أو المختصين، من خلال أندية القراءة، من خلال المكتبات العامة. هذا كله بيربط الطفل أكثر باللغة مثل ما حكيت، وكمان بيساهم ببناء ثقافة الطفل ورفع مستوى الوعي عنده. اليوم في علاقة كتير مهمة بين العملية التعليمية والقراءة. اليوم في أطفال يمكن ما ببلشوا قراءة نظامي لحتى يفوتوا مثلا مرحلة المدرسة، مرحلة الروضة عم يكونوا لسه أحرف، مرحلة المدرسة المراحل الأولى ما يكونوا بدروس القراءة، يمكن عم يكون شوي في نوع من الملل للطفل، أو هو بس بده يدرس الدروس اللي هي موجودة. أما اليوم لما بيكون في هيك تدخيل ضمن العملية التعليمية، تدريب، تحفيز من خلال القصص، قديش هذا مهم؟ هلا نحن فينا نقسم العملية التعليمية لعدة فئات. الفئة مثل ما حكيتي حضرتك، فئة الروضة يلي هن دون 6 سنوات، بعدين في عنا المرحلة الأساسية، بعدين المرحلة الثانوية. بكل مرحلة من المراحل في إلى أهمية معينة لتنمية القراءة أو تعزيز فكرة القراءة عند الأطفال. بنلاحظ إنه بالفئات نحن عم نعلم الأطفال الأحرف، طبعا هذا التعليم عم يكون عن طريق السمع، يعني الطفل عم يسمع صوت الحرف وعم يشوف شكله، عم يصير في عنده ترابط بين الشكل والصوت، وهيك عم يتعرف على الأحرف. هلأ الكتابة قبل 6 سنوات هي شوي أصعب، لأنه عضلات الإيد بتكون عند الأطفال غير مكتملة النمو، وطبعا هي الفترة هي التهيئة للتعليم وليس تعليم حقيقي. هي الفترة بنخلي الأطفال يكون في عندهم مخزون لغوي أكثر، أنهم يحفظوا المفردات، يتعرفوا على المفردات شو هي، الأحرف بتكون عندهم نطقة سليم. أيضا بمرحلة الابتدائية لما الطفل بيتعلم موضوع الكتابة، هون ببلش يبني اللغة بشكل عملي. طبعا من خلال المناهج الدراسية في نحن في عنا مو بس مادة اللغة العربية، في مواد متنوعة. ففينا نقول أن القراءة هي أساس التعليم، والقراءة متقدمة على الكتابة. الطفل أول شيء عم يتعلم يقرأ الحرف، يشوف صورته وشكله مثل ما حكيت، بعدين عم يتعلم يقرأ كلمة كاملة، بعدين عم يتعلم أنه هو يكتبها عن طريق مراحل. فالقراءة والتعليم هي عملية متلازمة جدا، وما ممكن أنه نحن نفصل موضوع القراءة عن التعليم. أيضا كمان أنه نحن عم نشجع الطفل بالفئات الصغيرة من خلال القصص، الأناشيد. الطفل عنده كتير ميل لأنه يحفظ أنشودة، لأنه يسمع قصة. كمان هذا الشيء بيساهم أكثر ببناء القراءة وبناء المخزون اللغوي عند الطفل. طيب ست نوار، عم نحكي بهي النقطة وجدا مهمة، واليوم كل الأمهات بتقلك أنه أنا هلأ وقت دراسة، يعني نحن لاحقين على فيما بعد على قراءة القصص، على تنمية هي المهارة، ونحن هلأ عن جديد صارت الناس توعى على ثقافة القراءة بعمر مبكر عند الأطفال. اليوم مثل ما ذكرتي، اليوم عم يكون عندهم مخزون من المصطلحات قبل ما يبلشوا الكتابة. يعني اليوم كيف الأم قادرة تنسق بين الحصص المدرسية وتنمية القراءة عند الطفل؟
الله. هلا بده يكون في ثقافه ووعي عند الاهل انه القراءه هي عاده يوميه، مثل الاكل مثل الشرب، هي علاقه يوميه مع الطفل وليست هي باوقات الفراغ. هلا طبعا نحن بدنا نختار اوقات الفراغ حتى انه الدراسه هي الاولويه، لكن انه القراءه هي مهمه بالنسبه للطفل بشكل يومي، انه يقرا صفحه او صفحتين ما بتاخذ كثير من وقته، وبنفس الوقت انت هون عم تقدمي معلومه جديده للطفل، عم تساهمي ببناء اللغه بشكل اكبر. الام بده يكون في عندها وعي، الام تكون قارئه، الاب يكون قارئ، يكون الطفل ضمن عائله قارئه حتى هو ياخذ عاده القراءه ويصير عنده بشكل يومي. هيك لما ببلش يفوت على المدرسه بحس بالفه كبيره مع الكتاب، بيبني العلاقه مع الكتاب من خلال مراحل ما قبل المدرسه، من خلال القصص الملونه، الصور الحلوه يعني عم تحبب الطفل بموضوع القراءه بموضوع الكتاب، وكمان انه بنفس الوقت بتخلي هاي العاده عند الطفل هي عاده ذاتيه، انه هو يطلب من امه انه تقرا له قصه، انه يروح يشتري قصه، انه يجيب كتاب، يكون في عنده تنوع معرفي وبناء معرفي من الطفوله. وهذا الشيء كمان المدرسه في لها دور كثير كبير انه تساهم بموضوع القراءه وتعزيز القراءه عند الاطفال. طب اليوم عم تذكري دور المدرسه، كمان دور المدرسه كثير مهم بالاضافه للدور بالمنزل، اليوم قديش مهم ينضاف حصه مطالعه بالاضافه للدوام المدرسي، قديش هي الحصه ممكن تفيد الطلاب فعلا وتعطيهم مهارات اكثر؟ هلا المطالعه مهمه جدا لعده اسباب، اول سبب فينا نقول انه هي عم تعلم الطفل مهاره الالقاء، لما الطفل عم يقرا بشكل سليم، عم ينطق الحروف بشكل سليم، عم يراعي علامات الترقيم، علامات الوقوف، علامات الاستئناف، انت هون اول شيء عم تنمي عند الطفل هي المهاره، عم تنمي عنده ثقته بنفسه، القدره على الخطاب امام الاخرين وكسر الخجل، هذا شيء كثير مهم ببناء شخصيه الطفل وببناء قدره الطفل على الاجابه، مثلا الطفل احيانا بيخجل يرفع ايده ويجاوب عن السؤال لانه مثلا ما بيعرف كثير يحكي او ما بيعرف ينسق المعلومه او بيخاف يخربط يخرب وكمان بيخاف انه ينسق الكلمات مع بعضها ليعمل جمله مفيده. يعني ممكن يكون هو عنده معرفه بالجواب لكن ما بيعرف يصيغ الجواب. من خلال المطالعه بيصير في عنده طلاقه بموضوع الكلام امام الاخرين، طلاقه بصيغ الكلمات، ايضا كمان بناء المهارات النقديه. نحن لما عم نقرا شيء امام الطفل او هو عم يقرا لازم نساله عن رايه، فمن خلال رايه نحن بنعرف هذا الطفل، منعرف هذا الطفل على مهارات النقد، وايضا انه بيكون في عنده راي وتشكيل راي تجاه هي المعلومه جدا مهم، لانه كمان هذا بيساهم ببناء الشخصيه المعرفيه للطفل، بيساهم بزياده ذكائه، بزياده ثقافته، وبنفس الوقت بيكون في عنده مهارات التواصل مع الاخرين، مع المجتمع، مع المدرسه، مع المحيط، انه هو يفكر بشكل علمي، يكون في عنده مهارات البحث العلمي من طفولته، المخاطبه مع الاخرين، فهذا الشيء كلياته من خلال القراءه والمطالعه بالمدرسة مع المعلمة. حتى بيصير في كسر للروتين، يعني وقت بيصير في حصة للمطالعة اليوم صار في كسر للروتين الحصص الدراسية، يعني اليوم الطفل بيتشجع لهذا الشيء أكثر. هو انه تخلق المتعه مع التعليم شغله كثير حلوه بالنسبه للطفل، انك انت مثلا كمان تجربي تخليه يقرا المعلمه ماده مو من المدرسه او مو من المنهاج المدرسي، يعني تختار هي ماده معينه من المكتبه وتطرحها على الاطفال، وتكون مو بس بموضوع القصه او نحن ما نحصر القراءه بقصه او انشوده، لا تكون القراءات متنوعه، وتحاول الناس خلال هي الحصه انه تحبب الاطفال بالمدارس بالمواد المختلفه اللي موجوده بالمدرسه. ودي اليوم هي النقطه مهمه يعني بالمدرسه، اليوم عم نشوف ضغط كتير كبير بالمنهاج عند الطلاب، يعني فهذا التنوع مو بس بيكسر الروتين، بيجدد الطاقة عندهم. نشوف اليوم ما بين الطفل اللي بيقرأ والطفل ما بيقرأ اختلاف في شخصيته، يعني بتحسي انه عنده ثقة بنفسه أكثر. مؤخرا كان في عندكم ورشة تفاعلية حملت اسم المزارع الصغير، خلينا نحكي عن هي الورشة، شو هي أهم المحاور اللي تناولتوها وشو كانت نتائجها؟ هلا هو في عنا نحن يوم البيئه العالمي بيصادف 5 حزيران، فنحن حبينا نسبق نعمل ورشه بيئيه نعرف الاطفال على اهميه البيئه، لانه هي الفتره هلا القادمه هي فتره امتحانات، عفوا مذاكرات، فنحن خلال فتره المذاكرات بنوقف الانشطه لانه الاولويه بالنسبه للدراسه. هي الورشه تضمنت عده محاور، عرفنا الاطفال على اهميه الزراعه واهم المحاصيل الزراعيه الموجوده بسوريا، والهدف انه نحن نربط الطفل بهي البيئه، نربط الطفل بتراب الوطن، ونعرف الاطفال على اهميه هي التربه الخصبه اللي يعني على مدى الاف السنين عم تعطي محاصيل متنوعه، هو عم يتغذى منها، كمان ثقافه الاكل الصحي، الخضروات، الفواكه، انه نحن كمان حكينا للاطفال على اهميه الاكل الصحي، انه نحن ناكل خضار، فواكه للحفاظ على الصحه، ايضا عرفنا الاطفال على موضوع
التنوع الحيوي وأهمية التنوع الحيوي الموجود ببيئتنا. نعم. وأيضا العلاقات بين الكائنات الحية وأهمية الحفاظ على البيئة الحفاظ عليها نظيفة. عرفنا الأطفال كيف ممكن تتم الزراعة من خلال بذرة بكوب، هذا الكوب أنه هو راح يأخذوا معه على البيت، أخذوها معه على البيت يعتنوا فيها، يشوفوا مراحل نمو البذرة حتى يكون في عندهم معلومات علمية، وبنفس الوقت حتى يهتموا أو يتعرفوا على موضوع المسؤولية أنه هنا مهتمين بنبتة، مسؤولين عنا، مسؤولين عن رعايتها حتى تكبر. قد كانت الأعمار ست نوار ضمن الورشة؟ نحن الأعمار عم تكون 7 سنين، احيانا عم يجيني اقل لعمر ال 14 سنه. فنحن عم نحاول من خلال الورشه انه تكون المواضيع متنوعه ومسليه للاطفال وبنفس الوقت يعني مناسبه لعده فئات. كيف كان تجاوبهم معكم؟ هلا انا بعرف من بنتي بتجيب لي بتزرع لي بالبيت شيء يوم عدسه شيء مدري شو، هذا الشيء كثير بحبه الاطفال تخرب لي الدنيا يعني هلا هو حلو اكيد ما هو الفكره التجربه، الاطفال بيحبوا اللعب بالتراب ففكرة اللعب بالتراب يعني مع الزراعة عندهم إياها بتخلق حماس كتير كبير. فنحن ممكن نوظف هون اللعب بالتعليم حتى نعرف الطفل على أجزاء النبات، كمان هي المعلومات العلمية موجودة بالمنهاج الدراسي، يعني أنا بنقي مواد تعزز المعرفة عند الطفل وتخلي يحب العلوم، لأنه نحن إعطاء العلوم بالمدارس هو إعطاء جاف. صح. فمنحاول أنه من خلال هي الورشات نعطي متعة علمية للطفل ونحفز الأطفال على أنهم يحبوا المعرفة ويحبوا العلوم، وبنفس الوقت تثبت المعلومات بذهنه، لأنه كانت الورشة فيها عدة محاور وفيها عدة أنشطة، أنشطة تفاعلية، ألعاب مع الأطفال، وكمان في عرض فيلم كرتوني، الأطفال بيحبوا يشوفوا الكرتون، بيحبوا الشخصيات الكرتونية. فنحن من خلال هذا الفيلم حاولنا أنه نمرق معلومات للأطفال ويكون في عندهم كم كبير من المعلومات خلال فترة قصيرة، وبنفس الوقت تثبت هاي المعلومات عندهم. صح. تمام. بالإضافة لتحدي القراءة العربي وعم نشوف هاي المسابقات، أطفال سوريين فعلا تميزوا بهذا الشيء اليوم، قديش هو مهم وقديش بيساعد اليوم بتحفيز الأطفال على القراءة أكثر. هلا مسابقة تحدي القراءة العربي هي أضخم مسابقة على مستوى العالم، وهذا الشيء بيخدم اللغة العربية بشكل كتير كبير. فتخيلي عدد الأطفال إن كانوا مئات الآلاف مشاركين من مختلف الدول، مو بس الدول العربية، حتى الناطقين باللغة العربية أو ببلدان تانية أو المغتربين هن كانوا شاركوا بهذه المسابقة. كمان عم نلاحظ كمية الأطفال يلي عندهم مهارات الإلقاء، الثقة بالنفس، المعلومات، بناء طفل مثقف. تحدي القراءة عم يخلق جواتنا أمل، أنه دائما عم نشوف أطفال سوريين عم يفوزوا وبعمر صغير، هذا الشيء بدل أنه هذا البلد عنده إمكانيات هائلة، أنه أطفاله مبدعين، عندهم طاقة إبداعية عالية، بس بحاجة للاهتمام، بحاجة للرعاية، بحاجة للتوجيه. فنحن مفروض أنه كمان نعمل مسابقات على المستوى المحلي، نحفز الأطفال على القراءة من خلال المدارس، مكتبات المدارس، المكتبات العامة، المراكز الثقافية. ونحن هون دورنا أنه أنا من خلال المركز الثقافي بكفر سوسيا بالتعاون مع إدارة المركز والجهات اللي عم تتطوع معي عم نعمل ورشات قرائية بشكل مستمر أكثر من سنتين حتى نحفز على موضوع القراءة وننشر ثقافة القراءة بين الأطفال، وبنفس الوقت نقدم القراءة بطريقة ممتعة ومفيدة. وهون ذكرتي نقطة كتير مهمة ست نوار وقلتي دورنا، نحن اليوم وقت بدنا نأسس هذا الطفل بحاجة لمدرب أو معلم يعطي هذا الطفل أساسيات تحببه بشيء اسمه قراءة، يكون يحمل الثقافة والنشاط والمتعة. اليوم شو أهم خلينا نقول ملكات لازم يكون موجودة بالمدرس ليقدر يعني يقتحم عالم هذا الطفل ويحببه بشيء؟ هلا بده يكون في عنا نحن مختصين، يعني ما تكون هي القراءه عشوائيه، يعني الام قبل ما تقدم الكتاب لطفله مثلا تطلع عليه، مو بس انه تهتم بغلاف القصه اذا حلوه او غلاف الكتاب حلو، لا، احيانا ممكن يكون في معلومات مو مناسبه للطفل، مو مناسبه للفئه العمريه، ممكن معلومات اكبر من عمره. فنحن بدنا نطلع على الكتاب قبل ما نعطيه للطفل. ثاني شيء بدنا نعرف يعني ان كانت الام او المربيه او امينه المكتبه او الشخص يلي عم يقدم هذا الكتاب للطفل يكون في عنده ثقافه واطلاع واسع عن شخصية الطفل بشكل عام، الفئة العمرية يلي هو فيها، القراءات المناسبة لعمره، وكمان ميول الطفل. يعني احنا قبل فينا نسأل الطفل انه انت عندك ميل لشو، في عندك ميل للموسيقى، عندك ميل للعلوم، ميل للآداب، ميل للفنون. فنحن ممكن كمان نساهم انه بمعرفة الأطفال لمواهبهم عن طريق القراءة، وأيضا انه هاي الموهبة يكون في نماء معرفي، يعني انه نحن ننمي موهبة أطفالنا عن طريق العلم، عن طريق المعرفة.
المعرفة، لأنه الموهبة لوحدها ما بتنمو هيك، بدنا نحن نشتغل على الموهبة عند طفلنا ونقدم القراءات الصحيحة، المهارات المتنوعة حتى هي اليوم أيضا يعني جدا حتى هي المهارة أو الموهبة تنمو عند الطفل ويكون في عند الطفل مهارات متنوعة. هي المهارات المتنوعة بتفيده بحياته اليومية، أنه هو مثلا ممكن يتعلم شيء ويشتغل بمجال ثاني لأنه عنده هي المهارة أو عنده هي الموهبة، وهذا الشيء بيساهم بالحياة اليومية. نحن مو بس أنه قراءة نظرية، لا، نحن عم نحاول نعطي القراءة الجانب التطبيقي بحياة الطفل حتى يساهم ببناء شخصيته المعرفية، شخصيته الثقافية، شخصيته الحياتية، يكون في عنده ثقافة من كل النواحي حتى يكون في توازن ما بين العلوم، الفنون، الآداب. منلاحظ أنه الأطفال ممكن يتوجهوا لتوجه واحد وهذا غير صحيح، نحن ممكن نخليهم يتوجهوا لعدة توجهات من خلال القراءة ومن خلال التشجيع الجيد. اليوم ذكرتي نقطة كتير مهمة، الموهبة، يعني اليوم مو بس مهم أنه ننمي الأطفال، موهبة الأطفال أو الموجودة فيهم، في أطفال يمكن ما عندهم هي الموهبة لكن كمان ممكن نعطيهم هذا الدافع، وخصوصا يمكن بظل الشيء اللي عم نعيشه، وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة بين إيدينا الأطفال اليوم اللي عم تطغي على هذا الشيء، فكتير مهم أنه تعزيز القراءة عند كل الأطفال. أكيد معلومات كتير مهمة قدمتي لنا إياها، بدنا نتشكرك على هاي المعلومات، وأكيد نتمنى التوفيق دائما ولكل الأطفال. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة، ونتمنى أن الأطفال يحبوا القراءة من داخلهم، والأهالي والمربين يساهموا أكثر بنشر ثقافة القراءة بمجتمعاتنا، لأنه نحن بحاجة لهذا الشيء، بحاجة لجيل واعي، بحاجة لجيل مثقف، بحاجة لجيل قارئ ينهض بمجتمعنا. يلا اليوم بمجهودكم وبتشجيع الأهالي أكيد نحن قادرين نبني هذا الجيل. شكرا ست نوار لحضورك اليوم ويومك حلو. أهلا وسهلا بكم، نهاركم سعيد. يا هلا.